سعدت كثيرا بأن أنال فرصة أداء واجب أساسي وهو التواصل معكم وعبركم للرأي العام الوطني. إن ترشحي للكتابة الأولى بالنسبة لاستمرارية حزبنا على خط الوفاء للهوية والانطلاق نحو المستقبل، وهي الاستمرارية التي أضحت هما وطنيا وشعبيا يتجاوز الحدود الحزبية. إن حزبنا حزب اتحاد اشتراك القوات الشعبية يعيش ظرفا عصيبا تعكسه انتكاساته المتراكمة بشكل كبير منذ المؤتمر التاسع كامتداد متسارع لأزمته منذ 2002، وهذا الظرف يتمثل في ممارسته للشأن السياسي مفصولا. إننا نمارس الفعل حزب الداخل في حل من أي تعقد فكري أخلاقي وقانوني وصف ذات ظرف بالانتحار الجماعي الممنهج خلال أشغال المجلس الوطني يوم 6 مايو 2012. إنها أزمة مركبة ومعقدة لم تواجهها قيادة الحزب بعد المؤتمر التاسع، بل كشفت التطورات التي عاشها حزبنا أن القيادة الحالية استثمرت في الأبعاد التنظيمية للانتحار الجماعي الممنهج لحزب اتحاد اشتراك القوات الشعبية لتبعث مقومات ممارسة حزبية غير ذات مشروعية مفصولة عن هوية الحزب وتعاقده مع الوطن والمواطنين. الواقع إذن يفرض أن البديل تفرزه معارضة هذا التدبير، وأن المشروع البديل يستند بالأساس على تخليق الحياة الحزبية كمدخل لتخليق الحياة العامة. إن الوعي العام والمشترك بطبيعة الرهانات المطروحة على بلادنا تفرض على حزبنا أن يقدم أنموذجا جديدا للممارسة الحزبية الجماهيرية والمؤسسات ذات مصداقية، فبهدف بناء الثقة بين الحاكمين والمحكومين اقتنعت الدولة بضرورة اعتماد منهجية أفقية تشاركية موسعة في إعداد دستور 2011 في قطيعة مع العمودية والهربية والإملائية، كما اعتمدت مقاربة توسيع ودمقرة دوائر التفكير باعتماد البناء المشترك لكونستركسيون لتوفير الشرط العام والضروري لترميم الثقة وبناء تعاقد جديد. ولهذا فإن حزبنا مطالب بأن يتمثل بدوره هذه الفلسفة وأن يعمل على المساهمة في تأسيس أنموذج مؤسساتي جديد يؤطر ممارسة حزبية ذات مصداقية وجديرة بثقة المغاربة، وهو ما سيسهم لا محالة في إنقاذ بلادنا من السكتة السياسية التي تتهددها جعلها آلية حراسة للمرشح المفاجأة وآلية إقصاء للمنافسين. حشر الاستحقاقات الجهوية في أشغال المؤتمر الوطني لتكثيف التناقضات التنظيمية بهدف تعويم الأجندة السياسية وتفادي المحاسبة. تعيين المؤتمرين عوض انتخابهم. عدم احترام شرط سنة من العضوية لاكتساب صفة مؤتمر. محاولة توجيه الرأي العام والتأثير على القضاء مع الأسف عبر استعارة ممارسات المجموعات الشمولية باستعطاف المناشدات، هذاك اللي عشنا على إيقاعي هذا الأسبوع الأخير، واستدراج الدعم القبلي لترشيح الأستاذ دريس الشغال الذي لا يزال يؤكد التزامه بعدم ترشيح. إصدار قرارات طرد استباقية في حق المخالفين خارج المسطرة القانونية الموضحة بشكل انتقائي ومدروس يخدم أجندة إخلاء الطرد. عدم نشر لوائح المؤتمرين وتصور قوانين تنظيمية الانتخابات، تفريض أجل وتلزم الدولة والحكومة بنشر لوائح عامة، لكن قيادتنا ترى أن اللوائح ديال المؤتمرين الهيئة الناخبة تدخل في إطار الوثائق السرية
علاش؟ لانهم الناس غادي يحاولوا يتاكدوا من اكتساب شرط العضويه لسنة من اجل اكتساب صفه مؤتمر، في ان يساهم مؤتمرنا ليس في الاجابه على اسئله تنظيميه متجاوزه ولا حتى على رؤيه سياسيه، لكن ان يشكل قفزه او طفره يمكن ان تذكي الى حد كبير اجوبه وعقارات وادويه لواقع مرض المشهد السياسي وفاعليه.